ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكن فريق نهضة بركان من تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الزمالك المصري في المباراة التي جمعتهما ليلة الأحد على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعرفت المباراة السيطرة البركانية على أطوارها، لكن أبناء الإطار الوطني منير الجعواني عجزوا عن فك شفرة دفاع فريق الزمالك الذي حاول بدوره افتتاح حصة التسجيل عن طريق لاعبه المتألق محمود كهربا. وعندما كانت المباراة تتجه للنهاية، تمكن مهاجم الفريق البركاني الأول الطوغولي لاباكونجو من خطف هدف الفوز لفريقه في آخر أنفاس المباراة لتنتهي هذه القمة المغربية المصرية بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدف دون رد. وسيلتقي الفريقان في موقعة الإياب بعد أسبوع من الآن على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.